أبرهة الحبشي رجل له قصة. لما رأى هذا الرجل أن الناس كلهم يحجون إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام لم يقبل بهذا الأمر ولم يرضى به، حاول أن يصرف الناس عن الكعبة لكنه ما استطاع، فقرر أن يبني كنيسة عظيمة كبيرة ليحج الناس إليها. وما درى ذلك المسكين أن هذه الكعبة ليست أي بناء، هذه الكعبة بنيت بأمر الله جل وعلا، بناها إبراهيم الخليل ليكون أول بيت لعبادة الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولما بنى إبراهيم البيت أذن، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. غاض أبرهة ما رأى من حج الناس من كل الدنيا إلى هذه الكعبة، فبنى كنيسة كبيرة عظيمة سميت القليس. وهذه الكنيسة لما بناها هذا البناء الذي ما بني قبله مثله، أرسل إلى النجاشي الذي يحكم ذلك المكان، قال: أيها الملك، إني قد بنيت لك كنيسة لم يبنى قبلها لملك قط مثلها، وإن هذه الكنيسة سوف أدعو الناس لحجها. وفعلا أرسل في الأمصار أن الناس يحجوا إلى هذه الكنيسة في كل واد في كل قرية في كل مدينة، أرسل رسولا يدعو الناس للحج ولزيارة هذه الكنيسة. وإبراهيم الخليل لم يكن معه أحد، قام في مكة لوحده يؤذن، لكن أسمع الله عز وجل الناس والنطف في الأرحام لآلاف السنين إلى اليوم، والناس تحج إلى الكعبة. أما ذلك الرجل الملقب بإبرهة لما بنى الكنيسة وأرسل الناس ينادون بالحج إليها وصرفهم عن الكعبة، غضب العرب من هذا، فأرسل أحدهم، ذهب أحدهم إلى تلك الكنيسة ودخلها ليلا إذ لم يكن أحد يحرسها، تسلل إليها، فلما دخل إلى هذه الكنيسة لوثها، أي فعل فيها النجاسات، قضى حاجته داخل هذه الكنيسة فقط من باب الحقد على هذا الرجل وما يفعله في العرب ودين العرب. فلما وصل الأمر إلى أبرهة غضب، كيف يجرؤ واحد من الرعية أحد العرب أن يلوث هذه الكنيسة التي بنيتها؟ غضب غضبا شديدا، فأرسل في جيشه أنه عازم على هدم الكعبة. كيف يتجرؤون؟ أولا لا يزورونها ويزورون الكعبة، ثانيا يجرؤ واحد من العرب أن يأتي ويلوثها؟ فأرسل في الناس أن أبرهة عازم على هدم الكعبة، وجيش الجيوش وعبأها، واستعد أبرهة لذلك الفعل العظيم الذي ما كان يدري ما عاقبته. قد سار الأشرم للكعبة وأتى بالفيل ليهدمها، لم يدرك حجم جريمته، لم يعلم سوء مغبتها، لم يعلم سوء مغبتها، لم يعلم سوء مغبتها. خرج أبرهة بجيش عظيم عرمرم قاصدا مكة لهدم بيت الله عز وجل الكعبة. سمعت القبائل والعرب بهذا، قام في وجهه رجل من ملوك اليمن اسمه ذو نفر، واجتمعت معه بعض القبائل ليقاوموا أبرهة وجيشه، لكن أبرهة هزمه وانتصر عليه وأسره. فقال له ذو نفر: يا أبرهة أتقتلني؟ فلعله يكون لك خير مني، أبقني عندك. فأحكم وثاقه وأسره وانطلق أبرهة.
يسير في الجزيرة إلى الشمال قاصدا مكة المكرمة، فنزل في مكان يسمى خثعم، فقام إليه نوفيل الخثعمي وجمع بعض القبائل يقاومونه، فالعرب لم تكن ترضى أحد يقترب من مكة أو يعترض للكعبة، فقام إليه نوفيل الخثعمي في بعض القبائل فهزم وانكسر، فمسكه أبرهة يريد قتله، قال لا تقتلني فلعلي أكون دليلك إلى مكة وهذه القبائل ستسمع لك وتطيع، فأسره أيضا أبرهة وانطلق بالجيش حتى وصل إلى ثقيف، فلما وصل ثقيف خرجت له ثقيف تبايعه، قالوا له نحن عبيدك ولك علينا السمع والطاعة، نسمع لك ونطيع، وهذا البيت الذي عندنا ليس هو الكعبة إنما هو بيت اللات وكان صنما يعبد، فإن أردت كنا لك طائعين ونرسل لك ومعك من يدلك إلى الكعبة وإلى مكة. فتجاوز عنهم أبرهة وأرسلوا معه رجلا يسمى أبو رغال، فوصل إلى مكة وفي الطريق نزلوا في منطقة تسمى المغمس قبل مكة، فلما نزلوا فيها أنزل الله عذابه على أبي رغال وهلك، وكانت العرب ترجم قبره الدليل إلى مكة. ثم بعدها أرسل أبرهة رجلا يسمى الأسود ابن مقصود، أرسله إلى مكة يستطلع الأخبار، فخرج ببعض الخيل، فلما وصل مكة سلبهم بعض أموالهم وأخذ 200 بعير كان يملكها سيد قريش وكبير قريش إنه عبد المطلب ابن هاشم، وجاء بالإبل إلى أبرهة، فاجتمعت وديل وكنانة وقريش يريدون قتال أبرهة، فلما عرفوا قدر قوته وقدر جيشه تراجعوا ولم يطق أحد بقتال أبرهة. قد سار الأشام للكعبة وأتى بالفيل ليهدمها، لم يدرك حجم جريمة. أما أبرهة فقد أرسل رجلا اسمه حناطة الحميري، أرسله إلى قريش فيسألهم إني لا أريد بكم حربا ولا حاجة لي بدمائكم، إنما أردت هدم الكعبة فخلوا بيني وبينها. فجاء حناطة الحميري إلى قريش وسأل عن سيدها عبد المطلب، فجلس عنده أخبره بالخبر، فقال له عبد المطلب ونحن لا حاجة لنا بحرب أبرهة، أما هذا البيت سنخلي بينه وبينه، قال فإنه يريد أن يكلمك. فخرج عبد المطلب وتوجه إلى معسكر أبرهة، سأل أول ما دخل عن رجل اسمه ذو نفر الذي اعتقل الذي أسر وكان صديقا لعبد المطلب، فجلس معه فقال يا ذي نفر هل لك أن تشفع لنا عند أبرهة؟ قال وما يغني رجل أسير مثلي، ماذا أصنع؟ أنا رجل أسير قد يقتلني اليوم أو يقتلني غدا، لكن عندي صديق هو سائس الفيل، وكان أبرهة قد أخرج فيلا ومعه سائس، وهذا السائس اسمه أنيس، قال سوف أكلمه ليشفع لك عند أبرهة. فذهب ذو نفر إلى سائس الفيل وأخبره أن عبد المطلب رجل شريف في قومه يطعم الناس والمساكين في السهل والجبال، فاشفع له عند أبرهة. فذهب أنيس إلى أبرهة وأخبره بالخبر وشفع له أن سيد قريش يريد أن يكلمك وهو يطعم الناس في السهل والوحش والجبال وهو يريد أن يدخل عليك، فأذن أبرهة أن يدخل عليه عبد المطلب.